ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم على التنميل او التخدير اللي بيحصل للايدين او الرجلين. في منه انواع، في تنميل مؤقت وده اللي بيحصل عند معظم الناس لما مثلا بيقعد بطريقة معينة، حط رجل على رجل او بيقعد مربع رجليه او كده، بعد فترة لما بتيجي تقوم بتلاقي رجليك منملة او متخدرة، تاخد دقيقة أو دقيقتين وبعد كده مع الحركة بتروح تاني. ده لأنه كان فيه ضغط مؤقت على الأعصاب اللي موصلة للرجل والأوعية الدموية، فالدم ما كانش واصل بشكل طبيعي ومع الحركة بيرجع تاني. لكن في تنميل اللي بيقعد فترات طويلة وده لازم نشوف أسبابه إيه. ممكن يكون في تنميل في طرف واحد من الإيد، يعني الناحية اللي الداخلية أو الخارجية، ده بيكون في الغالب نتيجة للضغط على أصول الأعصاب نفسها اللي طالعة من العمود الفقري، من الفقرات بتاعة الرقبة، أو مثلا في الرجلين من الفقرات الموجودة أسفل الظهر. ده ممكن بيكون نتيجة لانزلاق غضروفي، والانزلاق ده بيضغط على أصل العصب، فمثلا تفقد الإحساس بتاع الجلد على طرف معين من الرجل أو الحركة وهكذا. ففي الحالة دي بتتعمل أشعة ويتشاف إيه السبب. ممكن يكون حركة بسيطة جدا من الفقرة، مش شرط انزلاق غضروفي، وبتروح مع الراحة والعلاج الطبيعي. وفي حين الحالة إذا كان في انزلاق غضروفي، ده طبعا بسبب ألم كمان، بيتم عمل عملية. ممكن برضو عند مرضى السكر بيكون في مشاكل في الأعصاب، لأنه الغلاف اللي بيكون مغطي الأعصاب بيتم التأكل بتاعه، وبالتالي الأعصاب ما بتكونش قايمة بمهامها بشكلها الطبيعي. لكن في الحالة دي في المعظم بيكون في الرجلين، وبيكون مصاحب مع ألم شديد برضو. فبرضو لازم مرضى السكر يظبطوا السكر، ما يكونش السكر عالي، وياخدوا بالهم من الحاجة دي. شكرا، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.